هذا رسولنا النهارده بيقول لك انه قد فن التعامل والاتيكيت وحفظ الود وكذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلوات علمنا ربي الاتكيت. نعم كان صلوات ربي وتسليماته السلام. عليه يعني حينما يقوم لصلاه الفجر يصلي الفجر ثم بعد ذلك ينتظر حتى شروق الشمس ويصلي كما علمنا عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يخرج ويدور على زوجاته على بيوت زوجاته أيوة. يعني لا ينتظر حتى يجئنهن اليه انه مش, مش قاعد أوه. مستني هم يجوا لحد عنده لا كان يخرج ويدور على بيوت زوجاته صلوات ربي علي وتسليماته السلام. عليه فيسلم عليهن ويقول السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله وبركاته يسلم عليهن ويسال عن احوالهن ويعلمهن ويرشدهن صلوات ربي وتسليماته علي علي عليه فكم يدخل من السرور الى قلوبهن في حديث